يعني اليوم للأسف هذا النظام، ليست المشكلة عن نظام ومعزل، هي كافة القضايا على في الشأن السوري لم تتغير هذه العقلية منذ أكثر من 5 سنين، منذ استلام حزب البعث للسلطة وتر المكونات، اللعب على عملية التخوين، عدم السماع أو مطالب الشعب. أساليب النظام لم تتغير على مدى سنوات طويلة، للأسف لا زال يصر النظام أنه هو الجهة الوحيدة المخولة، وهو الجهة الوحيدة الوطنية في هذا الوطن، وكل من يخالف هذا النظام يتهم بالعمالة ويتهم بالخيانة ويتهم بأجندات خارجية. للأسف جميع الأحداث تشير إلى تورط النظام في جميع القضايا وفي جميع الجرائم وفي جميع الانتهاكات التي حصلت للشعب السوري عبر مدار سنين طويلة. يعني اليوم أحداث 2004 هي شاهد على ذهنية النظام في التعاطي مع القضايا الداخلية وتفريق الطوائف ضد بعضها البعض ومحاولة إيجاد شرخ داخل المجتمع لحساب تحقيق مصالحه. اليوم اتهام يعني الاتهامات التي توجه الى اقليم شمال وشرق سوريا وتوجه الى قوى سوريا الديمقراطي وتوجه الى الاداره الذاتيه، هل الاداره الذاتيه هي مسؤوله عن تشريد و 10 ملايين نازح بين نزوح داخلي وخارجي؟ هل هي المسؤوله عن عمليات التغيير الديمغرافي التي كانت للنظام متورط في اجزاء منها؟ هل هي مسؤوله عن تواجد قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية؟ هل هي من سهلت أو أوصلت البلاد إلى هذه الحالة؟ حينما تخلى النظام عن مناطق دير الزور ومناطق إقليم شمال وشرق سوريا وأصبح هذه المناطق لقمة سائغة بيد الإرهابيين وبيد تنظيم داعش، أين كانت قوات النظام السوري اللي تدافع عن الأهالي وتدافع عن البنات والشعوب في هذه المناطق؟ لم نجد قوات النظام تشن حربا واسعه وشامله ضد تنظيم داعش، على العكس كانت ادوات النظام وجيش النظام موجه ضد المعارضه وضد اي تحرك سياسي ضد النظام وضد الاحتجاجات السلميه. نشاهد قوات النظام الان تتواجد ضد الاحتجاجات السلميه في السويداء بينما مناطق تعاني من الارهاب ومناطق محتله، لا نشاهد قوات النظام تذهب لتطهير المناطق المحتله او اخراج الفصائل الارهابيه او التنظيمات الارهابيه من بعض من مناطق اخرى. لذلك اليوم هذا الخطاب العدواني وخطاب الذي يريد من خلاله النظام زرع الفتنه ما بين المكونات وزرع وتنصيب نفسه وأنه هو القوة الشرعية، حينما تريد أن تقول أنك قوة شرعية لماذا تستخدم الميليشيات، لماذا تستجلب المرتزقة، لماذا تجند ما يسمى الجيش الوطني والمرتزقة في قضايا يجب أن يكون الجيش السوري هو المسؤول عنها، لماذا تستخدم هذه الميليشيات في حروب داخل البلاد، لماذا تحاول زرع الفتنة ما بين المكونات؟ اليوم هذه الشعوب التي طهرت مناطقها يعني قوات سوريا الديمقراطية بالشراكة مع التحالف الدولي هي من طهرت إقليم شمال وشرق سوريا من تنظيم داعش. لماذا لم نجد النظام في هذه المعركة؟ لماذا لم يقدم التسهيلات أو يكون شريك في الحرب ضد تنظيم داعش وإخراج تنظيم داعش من هذه المنطقة؟ اليوم حينما تريد هذه الشعوب الحفاظ على مكتسباتها وتريد الحفاظ على مناطقها وخاصة من شبح عودة تهديدات التنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية، يتحدث النظام عن الخيانة وعن العمالة. أين وحينما تحدث عن القوات الأجنبية اليوم فيما لماذا يعتمد أيضا النظام على القوات الأجنبية؟ النظام يعتمد على 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 على, على ميليشيات أجنبية من دول أخرى تقوم أيضا هي ميليشيات رديفة تقوم بمساعدة قوات النظام في معاركه. أين السيادة الوطنية من كل ما يتصرف أو كل أفعال النظام في إدارة معاركه وتجنيد المرتزقة واستخدام الميليشيات سواء الإيراني أو حزب الله أو غيرها في معاركه؟ نعم، ماذا عن التوقيت سيد إياد؟ يعني لماذا في هذه الفترة بالذات في هذا الزمن في هذا التوقيت تخرج الحكومة السورية بهكذا بيان وتصعد من تصعيدها العسكري في دير الزور هذه المنطقة الحساسة التي هي بالأساس منطقة عشائر وقبائل؟ يعني ماذا عن التوقيت؟ خاصة أن هناك الحديث يتم عن إمكانية عملية تطبيع بين النظام التركي والحكومة السورية.
يعني حقيقة كلما ازداد الحديث عن إمكانية التطبيع وعودة العلاقات ما بين النظامين التركي والسوري، كلما ازدادت العمليات الإجرامية على الأرض. اليوم على الجانب الآخر، أيضا قوات الاحتلال التركي ترتكب المجازر، سواء في باستهداف المدنيين في منبج وفي مناطق أخرى في الشهباء وغيرها من المناطق، وفي جبهة الدير الزور يحاول النظام التصعيد عن طريق إرسال المرتزقة وعن طريق استخدام قواته في قصف المناطق المدني ومحاولة معاقبة الشعوب التي تمسكت بخياراتها بخيار وتمسكت بقوات سوريا الديمقراطية وتمسكت بتجربة الإدارة الذاتية، هي أيضا رسالة لهذه الشعوب. وربما يعني المقاربة ما بين النظامين التركي والسوري هي بالأساس موجهة بالأساس ضد مشروع ديمقراطية المنطقة وضد مشروع الإدارة الذاتي، لأن هذا المشروع يهدد هذين النظامين الذين يتمسكان بأدوات السلطة ولا يريدان لهذه الشعوب أن تتحرر وأن تتم عملية انتقال، أي عملية انتقال ديمقراطي ضمن هذه الجغرافيا. هم أنظمة سلطوية ويرفضون كل عمليات التحول الديمقراطي ويريدون التمسك بالذهنية الأمنية والذهنية السلطوية لأبعد حد. أشكرك جزيل الشكر إياد الخطيب، عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا.